عن الحاجات دي. بمناسبة اللي أنا قلته عن دكتور إسماعيل عثمان أو المهندس إسماعيل عثمان والإسماعيلي، كابتن صالح كان يحترم الزمالك جدا ويحترم الإسماعيلي ويحترم كل أندية مصر. يعني في الإسماعيلي أنا حكيت الموقف ده بتاع نهائي كأس مصر اللي هو الإسماعيلي فاز فيه بالمناسبة، وهو كابتن الأهلي لا يزال يلعب، النجم الكبير جدا رضا مضى للنادي الأهلي وبدأ يحضر التدريبات، وكان خلاص ما كانش فيه أيامية احتراف، هو مضى وبقى ملك اللعيبة، كان زمان ملك أنديتها فبقى تمام. ملك النادي الأهلي. ففي مرة كابتن صالح ماشي فلقى رضا قاعد لوحده بيسأله وبيقول له مالك وكده، وطبعا رضا ده نجم كبير جدا ومكسب كبير جدا للنادي الأهلي. فقال له أنا مش مستريح هنا، ده مش مكاني وده مش النادي بتاعي، وأنا يعني أتمنى أرجع للإسماعيلي. كابتن صالح فضل يقنع المسؤولين في النادي الأهلي وإداريين النادي الأهلي إنه يدوا الاستغناء لكابتن رضا عشان يرجع الإسماعيلي، وقال لأنه الأهلي ليه لاعب غصب عنه، ليه لازم اللي يلعب للنادي الأهلي يكون مقتنع ومتحمس وفخور بفانيلة النادي الأهلي. حقيقة. في الزمالك لما كابتن محمد حسن حلمي هذا الرجل العظيم الراحل لما رشح نفسه لاتحاد الكرة، الزمالك وقتها ما اداش صوته لمحمد حسن حلمي، واللي خاض الحرب مع كابتن محمد حسن حلمي كان صالح سليم، وقال هذا الرجل له دور مهم جدا في تاريخ الكرة المصرية ويجب أن نقف معه، والأهلي أول من سيقف مع محمد حسن حلمي ويبقى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وأمثلة كثيرة جدا، عايز بس أوضح أنه حب صالح سليم للأهلي لا سمح له أنه يهاجم أحد، ولا سمح له أن يهين أحد، ولا سمح له أن يقلل من شأن ومكانة وقيمة أي أحد آخر.